اللامركزية الإدارية عنوان عريض يسلم به غالبية المكونات في لبنان، تكسر الآراء، الاقتراحات والنظريات حول هذا النظام الإداري الذي يعتبر من أهم مبادئ حكم الأكثرية التي تقوم عليها الديمقراطية. البلدية هي واحدة من وحدات اللامركزية الإدارية، شو نظرتكم لعمل البلدية في حال تطبيقها؟ في صلاحية كاملة للبلدية، أكيد بصير في الشغل أحسن، بصير في مرونة أكتر، بصير في إنماء أكتر، وخاصة كان استقلال مالي أو استقلال إداري، بصير المعاملات بصير في مرونة أكتر. لما نعمل أي مشروع ما بنرجع للسلطات العليا توافق أو ما توافق. مثلا عندي قانون الشراء العام، في عنا نحن مشكلة بالضايعة، في أحد المكلفين معهم عليهم تكليف مصاري منيحة، قال يا أخي أنا ما بعطيكمش مصاري، بقدم خدمات فيه. تم سؤال السلطات الأعلى، قال لا ما فيكم تعملوا هيك، حتى ما كانش في جواب لهذا الموضوع. يعني بدل هالتكليف يؤدي إلى إنماء بالضايعة ما بدناش عملها، لأنه ما في شيء واضح بالقانون الشراء العام. ما هيك في بالنسبة للسلطة المركزية للبلدية يكون عندها مرونة وحرية، مثل لما مشروع كان مشي كنا نستفيد الدعم منه، كنا شقينا طرقات وعملنا صيانة بدون تكلف. هذا مثل من الأمثال إنه المركزية الإدارية بتضيع. شغلة تانية، نحن مثلا عندنا بعندارة في أزمة، هي الكسرات. الكسرات لو رجع الموضوع على البلدية المركزية اللي هي القرار لها، ما كسر في كسرات بعندارة، بس السلطة المركزية الأساسية هي أعطت أمر مهل إدارية لهالكسرات لنزعوا جبل عندارة ونزعوا البيئة فيه. شو اللي بيمنع اليوم البلديات أنه تمارس اللامركزية الإدارية؟ السلطة السياسية هي دي منع على حد. لا ليه برأيك؟ بالنسبة للسلطة السياسية ما بعرف، يمكن لبنان بعده مش ناضج لهذا الموضوع، مع أنه يعني هي كانت باتفاق الطائف، كانت باتفاق الطائف. نحن مع أنه أعطاء الصلاحية للرئيس البلدية أو للمجلس البلدي في تنفيذ مهمته الإنمائية ببلده، لأنه بهذا بيريحنا كتير وبصير في مرونة أكتر. يعني إحنا كل معاملة إدارية، بتعرف التعقيدات الإدارية بالدولة اللبنانية، كل معاملة إدارية بتطلع لفوق بتاخد. يعني أنا مثلا بالنسبة للمال، مثلا أنا إذا مثلا صار عندي نقص باعتمادات معينة، تعامل اعتماد ما فيش انا اشيل من اعتماد الا ما ارجع للسلطات الاعلى. هذا مثلا من التعقيدات بالسلطه اللامركزيه. لو في عندي سلطه مركزيه انا بالبلديه اللامركزيه، كنت انا هذا الشيء غريب حلو بدون ما ارجع للسلطات الاعلى. هذا نوع من نوع اللامركزيه لدي. في حال طبقت اللامركزيه الاداريه، شو الصلاحيات اللي بتزيد؟ مثلا عم بحكي عن صلاحيات المال، حكيت عنه سابقا مش رح اتكرر له. تاني شغله، المشاريع اللي بتتنفذ بتنفذ دغري على صعيد بلدي بدون ما ترجع للسلطات الاعلى والتعقيدات الاداريه بالسلطه المركزيه. بالتالي بتوفر وقت وبتوفر مصاري. بتوفر ومرونه، وبعدين بصير في منافسه بين الضياع. انه هاي بلديه عم تشغل اكثر من الثانيه، يعني مش انه سلبيه، بالعكس ايجابيه جدا جدا. اللامركزيه الاداريه الموسعه وردت في اتفاق الطائف ولم تتحقق حتى يومنا هذا، علما ان النظام اللبناني اصلا ليس مركزيا تماما، بل تعتبر البلديات الإدارة اللامركزية الأولى، تليها اتحادات البلديات التي تفرخ منذ